لتربية النحل هواية دائمة عند النحالين، حيث يقوم النحال بتربية مجموعة من خلاياها بعد أن تربطه بها علاقة حميمية ملفتة، إلا أن هذه التربية لا تخلو من العوائق والمعاناة التي يواجهها، خصوصا أثناء نقلها من منطقة إلى أخرى حسب أماكن تواجد الأعشاب. إذا جاء النحل هارب لا عندي رزق، سبحان الله. بعدين بدينا ندخل به، لا يهربين من هنا كثير مليان، وقوموا منه احيانا قالوا مرض واحيانا انتهينا عليك، مش عندنا انت واسو انت ربحان. عندنا هنا ايام الصيف يكون في زهور فرسيك رمان عشاق، يعني يكون عشاق قحته طعمه ثاني، يكون الهبق داخل حلقك لما تاكل منه، ما قصد رقي بارد ما يجيش كذا العسل. يعني عملوا ان نبدا نجمع النوه وبعدين يرجعين يخلصوا النوه، وما يرجع علاج تسكبه لبن تراب دقيق جدا، إذا سبط التراب بشقه يعني أنه مغشوش. تنتشر تربية النحل مع مواسم الأمطار في المناطق الريفية بتعز، نظرا لتواجد أشجار السدر وغيرها، والتي تنتج عسلا يعتبر من أجود أنواع العسل، ويتخذ النحالون إجراءات عديدة لاكتشاف جودته وتميزه، إضافة لأنواع متعارف عليها عند المستهلكين. أفضل أنواع العسل حسب التصنيف، أولاً العسل مواسم، فموسم سدر وموسم سمر وموسم اللي هو الجبلي وهكذا، فبكل موسم يكون هو العسل اللي بنفس الموسم اللي تندوه النحلة هو الأفضل. إنما المتعارف عليه ظهور حالياً المسميات كترتيب للعسل، معك العسل السدر ثم السمر ثم المراعي اللي هو العسل القبلي، هذا حسب الترتيب اللي قام بتصنيفه تجار العسل اليمني والمؤسسين اللي أرخوا هذا التاريخ انه لازم يكون كذا. يصدر انواع العسل للاسواق بعد استخلاصه من خلايا النحل، فيباع باسعار مختلفة حسب جودة كل واحد منه، اذ يزداد الاقبال عليه لكونه مادة غذائية عالية القيمة، تستخدم كغذاء للأطفال والكبار، كما أنه يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة، ودواء للعديد من الأمراض، إلا أن حرب ميليشيا الحوثي ضاعفت المعاناة في تربية النحل واستخلاص العسل وتوريده للأسواق. محمد الهتار لقناة سهيل تعز.